إذن بالنسبة للمؤلفين جوج هما روايتين أنثروبولوجيتين على قبيلة إكس ناين، فيهم اللي كنلقاو معطيات أنثروبولوجيا من متخصص في المجال هذا في شكل الرواية. إذن هو شكل ممتع ولكنه يتضمن معطيات هامة عن المنطقات وعن لمعرفة الذات ومعرفة المنطقة ككل. وبحيث كون مؤلف روايتين ومؤلف أطروحته المدينة Tribes of the Reef، يعني قبائل الريف، وكنعرفوا بأن كارلتون ستيفنس كون هو أستاذ ديال ديفيد مونتغومري هارت، وهو الذي أوصاه بإجراء دراسة على قبيلة إيتوياغ. الدراسة ديال إيتوياغ صدرت مترجمة من طرف فريق ديال الترجمة كما تعلمون، وننتظر قريبا إن شاء الله أنه حتى كتاب تراجيدي أوف ذا ريف ستتم ترجمته، وهو في أيدي أمينة اللي غادي تقوم بهذا العمل، وكنتظر صدوره في القريب العاجل. هذا اللي يمكن يتقال على هذا المسألة. ونعرفوا بأن كون هو الذي عرف بقبيلة زنايا على الصعيد العالمي، فقبل ما يكون كون لا أحد كان يعرف شيئا عن أزرون دمزة، الذي يبقى رمزا من رموز الأنثروبولوجيا المحلية. ولكن انطلاقا من هذا المدخل، أزرون دمزة تعرف الكثير عن 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 المنطقة ككل. هذا بالنسبة لي.